السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم كيكة اليوسفي بطريقة سهلة وبسيطة. اللي اول مرة يشوف قناتي ياريت يعمل اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ويعمل لايك للفيديو. مقدرنا دي عبارة عن كوباية ونص دقيقة، وهنا نص كوباية دقيق كمان، يعني كوبايتين دقيق، واتنين بيضة، وكيس بيكنج باودر اللي هو ده كيك شيف احلى من بيكنج باودر، وكيسين فانيليا، وهنا عصير اليوسفي، ونص كوباية زيت. كل اللي احنا هنعمله هنحط، احنا نسينا السكر، هجيب السكر وهرجع لكم، وكوباية سكر. هنعمل ايه؟ هنجيب البيض ونحطه في الخلاط، ممكن نضربها بايدنا عادي، وهنحط السكر ونضربهم كويس قوي، ومعاهم الفانيليا. وهنضربهم كويس قوي وهنرجع لكم. وبعد ما يفتح لونهم كده نحط كوباية العصير ونضربهم تاني في الخلاط. بعد ما ضربناهم كويس هنحط الكوباية ونص وعليهم الكيس كيك شيف، وبعدين الخليط. بسم الله. انا ليه حطيت؟ علشان الدقيق ممكن يكون مش بيحتاج دقيق سوائل كتير، بس ده هيحتاج. لو انتم بعد ما حطيتوا الصينية كده وتلقيتوه محتاج حطيته دقيق كتير وتلاقيته محتاج سائل، حطه سائل، يا لبن يا عصير. شوفوا لونها، هي مهاز زي كيكة البرتقال، لونها اورنج. لا افتح عشان دي كيكة يوسفي. وبعدين هنحط الزيت كويس. اشوفوا وبعد ما اتضربت كويس، بسم الله، نفضي الخليط في الصينية اهي. شوفوا لسه في مسافة، ولو اقل من كده في الصينية يكون احسن. هدخلها في فرن اكون مسخناه كويس، وما نفتحش على الفرن لمدة تلت ساعة. تلت ساعة لو الفرن بتاعكم حرارته عالية، لو الفرن بتاعكم الحرارة بتاعته هادية وعلى مهلة نص ساعة. ودلوقتي ان شاء الله انا هعمل، انا اسفة على الاضاءة، هعمل صوص شوكولاتة بس برضو من غير لبن، بعصير اليوسفي. مقدرنا كوباية سكر وكوباية عصير ونص كوباية زيت وكاكاو. هنحط التلاتة دول في الخلاط وهوريه لكم ان شاء الله. والوقتي هنعمل برضو باليوسفي برضو كيكة شوكولاتة. اخدنا شوية سائل من الكيك الشوكولاتة وهنضيف عليه اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي، بيضتين هنحطهم
هنحط كل بقى المكونات مع بعض يتضربوا مرة واحدة، والعصير والسكر. ليه حطنا سكر وانا اصلا قايله لكم ان انا حاطه في الشوكولاته اللي انا عاملاها سكر عشان انا هضعف الكميه عشان هعمل قوالب كب كيك. ضفت هنا كوبايتين دقيق، وهنضيف كيس كيك شيف وكيس فانيليا انا عايزه اقول لكم ان انا نخله الدقيق. هضيف الشوكولاته السائل اهو وهقلب. بسم الله. انا هعمل قالب اللي هو ده ومعاه قوالب كب كيك. بسم الله. انا ضفت بيضه اللون خفيف، فهضيف كاكاو تاني، ده كاكاو خام من غير سكر. عايزه اقول لكم ان انا عملت الكيكه البيضه الاول عشان ما اغسلش البوله. هضيف بقى الكيكه ده في قالب الكيك عادي وبعدين في قوالب الكب كيك برضو. اهي القوالب كب كيك حاطه فيها زيت وهحط فيها الخليط. هحطه بمعلقة. لو عندكم شوكولاتة قطعوا شوكولاتة. ده فول. هعمل بنفس الحركة دي وهعمل. احمد بيوريني فول، بيقول لي حط فول. الكيكه خرجت اهي من الفرن، شوفوا اول ما تخرج من الفرن كده وهي لسه في الصينيه نجيب فوطه ونقوم مقفلينها عليها كده. الكب كيك اهو خرج من الفرن، والله العظيم هش جدا 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 بنفس طريقة الكيكة. انا عملت الكيكة بس زودتها شوية وحطيت كيكة عادية وحطيت قوالب كب كيك اهو، بس قوالب كب كيك قعدت تلت ساعة بالظبط. هنا الشوكولاتة اللي احنا عملناها باليوسفي، وكيكة الشوكولاتة خرجت اهي من الفرن. طبعا انت عارفين بعصير اليوسفي، هنقطعها كده في نفس الصينية نفس القالب، وبعدين نحط فيها الشوكولاتة اللي احنا عملناها عشان الشوكولاتة كلها تدخل في قلب الكيكة ويبقى طعمها حلو. احنا الشوكولاتة نحطتها في التلاجة عشان تتقل وتجمد. لو ما تقلتش منكم وحسيتوها خفيفة، يا اما تزودوا كاكاو، يا اما لو ما فيش حطوها على النار وقلبوها لما تجمد وتتقل، وبعدين حطوها في التلاجة تبرد.